الوحدة السابعة الدراسة. الكتاب الأول الوحدة السابعة الدراسة الدرس السابع والخمسون الحوار الثالث انظر واستمع. إلى أين تذهب يا غسان؟ أذهب إلى المدرسة. الوقت مبكر، الساعة الآن السادسة صباحا. المدرسة بعيدة عن البيت. متى يبدأ اليوم الدراسي؟ يبدأ الساعة السابعة صباحا. هل تذهب بالحافلة؟ لا، أذهب بالسيارة. متى ينتهي اليوم الدراسي؟ ينتهي الساعة الواحدة ظهرا. كم حصة تدرس في اليوم؟ أدرس 6 حصص في اليوم. ماذا تفعل في الاستراحة؟ أذهب إلى المكتبة أو إلى المختبر. والآن جاء دورك، انظر واستمع وأعد. إلى أين تذهب يا غسان؟ أذهب إلى المدرسة. الوقت مبكر، الساعة الآن السادسة صباحا. المدرسة بعيدة عن البيت. متى يبدأ اليوم الدراسي؟ يبدأ الساعة السابعة صباحا. هل تذهب بالحافلة؟ لا، أذهب بالسيارة. متى ينتهي اليوم الدراسي؟ ينتهي الساعة الواحدة ظهرا. كم حصة تدرس في اليوم؟ أدرس 6 حصص في اليوم. ماذا تفعل في الاستراحة؟ أذهب إلى المكتبة أو إلى المختبر. الوحدة السابعة الدراسة الدرس السابع والخمسون المفردات. الآن مختبر مكتبة الوقت استراحة الوحدة السابعة الدراسة الدرس 60 ثانياً فهم المسموع التدريب الأول استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. 1 أين تذهب؟ أذهب إلى الجامعة. 2
متى يبدأ اليوم الدراسي؟ يبدأ الساعة 8. 3. متى ينتهي اليوم الدراسي؟ ينتهي في 3 عصرا. 4. كم حصة تدرس في اليوم؟ أدرس 5 حصص في اليوم. التدريب الثاني. استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب. 1. في أي جامعة تدرس؟ 2. ماذا تدرس؟ 3. ماذا تفعل في الاستراحة؟ 4. هل تذهب بالحافلة؟ 5. في أي كلية تدرس؟ 6. متى تذهب إلى المدرسة؟ التدريب الثالث. استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. 1. هل أنت مدرسة؟ لا، أنا طالبة. 2. في أي جامعة تدرسين؟ أدرس في جامعة أم القرى. 3. في أي كلية تدرسين؟ أدرس في كلية التربية. 4. متى يبدأ العام الدراسي؟ في شهر محرم. 5. ومتى ينتهي؟ في شهر رمضان. 6. كم شهراً العطلة؟ العطلة 3 أشهر. التدريب الرابع. استمع إلى الفقرة ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. يستيقظ أحمد مبكرا في الصباح، يصلي الفجر ويذهب إلى المدرسة الساعة 7 صباحا. هو يذهب بالحافلة. يدرس أحمد 6 أيام في الأسبوع، ويدرس 7 حصص في اليوم، ويدرس اللغة العربية. تبدأ الاختبارات في شهر رمضان، وينتهي العام الدراسي في شهر رمضان أيضا. الوحدة 7. الدراسة. الدرس 62. التدريب 5. اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. أختي مريم طالبة في جامعة دمشق. جامعة دمشق في سوريا. مريم تدرس في كلية الطب، وستكون طبيبة إن شاء الله. تسكن مريم مع الأسرة في شقة. الشقة بعيدة عن الجامعة، وتذهب إلى الجامعة بالحافلة. مريم تدرس في الصباح والمساء، وتذهب إلى المكتبة والمختبر. التدريب 6. اقرأ الفقرة ثم ضع علامة صحيح أو خطأ. صديقي أحمد طالب في جامعة أم القرى. جامعة أم القرى في مكة. أحمد يدرس في كلية التربية، وسيكون مدرسا إن شاء الله. يسكن أحمد في بيت،
البيت قريب من الجامعة، ويذهب إلى الجامعة بالسيارة. أحمد يصلي الفجر والعشاء في المسجد الحرام.